زميلان تعارفا بمخيم مدرسة أحمد محمود بمديرية المصراخ. مأمون قدم من منطقة الأقروب وعز الدين من مركز المديرية، وسيبقيان أصدقاء بعد هذا المخيم الذي تعلم فيه الكثير. واستفدت طبعا حاجات كثير مثل العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة وصفات الفرد المسلم وكيف يستطيع التغيير على الفرد وعلى المجتمع، وحاجات كثير مثل الفقه الوسطي والعقيدة الوسطية بعيدا عن التعصب. تعلمت العديد من المهارات الرياضية، شاركنا في الرياضة مثل كرة القدم، تعلمنا الرسم. نرجو أن يكون لدينا مخيم ثاني مثل هذا. استفدت أول هدف التعارف، ترك الأخلاق البذيئة والالتزام بالأخلاق الحميدة، تعليم الرياضة البدنية. شباب اليوم قادة المستقبل. تحت هذا الشعار أنهت مديرية المصراخ مراكزها الصيفية بهذا المخيم لطلاب الثانوية للحفاظ عليهم من دعاة الشر والفتن، ومحاولة إدخالهم بمعاركهم بغنى عنها من خلال أنشطة مختلفة وإكسابهم معارف جديدة ستنعكس عليهم وعلى مجتمعهم، وليكونوا صمام أمان في قراهم ضد من يريد أن يستغلها بالتخريب وزرع خلايا الإرهاب. بدأنا مع بداية الإجازة الصيفية بإقامة ما يقرب من 35 مركز صيفي فيه عدد من الطلاب ذكور وإناث، وأقيمت لهما دورتان من قبل بعض المؤسسات وبعض الداعمين، ثم توجنا هذا المراكز الصيفية بهذا المخيم الصيفي. رسالتنا لكافة شبابنا سواء على مستوى المديرية أو على مستوى المحافظة أو على مستوى الوطن، لابد أن نتحمل أو لابد أن نتحلى بالقيم الوطنية، القيم الدينية التي تحافظ على وحدتنا وهويتنا. الهوية الدينية واليمنية هي أساس لهذا المجتمع، أساس تقدمه، أساس حصوله على كافة حقوقه. صقل أفكار الشباب وتنويرهم بالعقيدة الصحيحة الوسطية بعيدا عن الإرهاب والتطرف والملشاوية، نغرس فيهم الأخلاق، نغرس فيهم حب القرآن ومسيرة القرآن الصحيحة الذي جاء بها محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء المرسلين، بعيدا عن المسيرات الشيطانية الذي يدعو إليها الحوثيين. تحصين الشباب من التطرف والأفكار الملشاوية وتوجيههم نحو التعليم والولاء للوطن واجب السلطات المحلية والأحزاب والتربية والتعليم وكل العقلاء بالبلد، وهو ما تقوم به السلطة المحلية بمديرية المصراخ مع شباب المديرية. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.